بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لربيع لبنان، تحية لكل المتظاهرين في كل الساحات. أثبتتم أنكم مدرسة حضارية تتعلم منها الجماهير والشعوب كيف تنتفض على القهر وعلى اللصوص وعلى المجرمين. هذه مدرستكم. ما شاهدناه باليومين الماضيين مدرسة اللبنانيين الحضارية القوية الرائعة اللطيفة الهادئة، وشاهدنا قبل ذلك مدرسة أولئك اللصوص من الحجارة والحريق والسرقة والتكسير والفوضى. تلك مدرستهم وهذه مدرستكم، فلتحيا مدرستكم. اصبروا على هذا الأمر، لأنهم قد يعودوا للفوضى وقد يفرضوا عليكم الفوضى. انتبهوا من فوضى اللصوص. طريقكم ليس مفروشا بالورود والرياحين. المتربصون كثر وسيعمدون لوسائل قذرة كثيرة، سيحاولون إجهاضكم بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، القذرة منها وغير القذرة. كل فريق من هؤلاء في ساحته سيعمل لإجهاضكم، سيحاربكم بالإعلام المزيف وبالدعاية الكاذبة وبكل ألوان التهديد والوعيد والإغراء. انتبهوا لذلك، خاصة بعد أن تتبلور أفكارهم وبعد أن ترفضوا مشاريعهم. عند الشيعة جهد كبير متواصل يبذلوه لمنع مشاركتكم وتشويه ربيع لبنان في أعينكم. يحاولون استخدام كل الوسائل وهم قادرون. أنا ألفت النظر حتى نبقى جميعا على بينة. هم قالوا قبل يومين، يوم 40، أن هذه المظاهرات عفوية وصادقة ومحقة، وقالوا أنهم فهموكم كما قال زين العابدين بن علي وكما قال حسني مبارك. لا يفهم من لا يفهم إلا والسيل طفى. أيها اللبنانيون، أيها الأشراف، يا من صرختم أخيرا في وجه الطغاة واللصوص، قالوا أمريكية سعودية. هذه المظاهرات أمريكية سعودية، لكن أنتم تعرفون ووسائل الإعلام نقلت والكل يعرف أن السفير الأمريكي والسفير الفرنسي في لبنان اتصل برئيس الوزراء وطلب منه عدم الاستقالة، يعني من السياسيين اللبنانيين ومن يدعمهم ومعهم الأمريكان والأوروبيون، مع وزارة الفساد ومع اللصوص ومع المجرمين، وليسوا مع الشعب. انتبهوا لهذا. لا يخدعنكم أحد ويقول هؤلاء أمريكان، هؤلاء صهاينة، هؤلاء هؤلاء. هذه الحقيقة انتبهوا لها. قالوا توزع أموال، وهناك فيديو أو أكثر لمناظر بشعة، أناس يحملون أموالا، أناس يوزعون أموالا. هذه الفيديوهات تسيء للمتظاهرين، للربيع العربي. هذه تخدم فقط دولة اللصوص، تخدم فقط من يريد أن يحارب الشعب اللبناني، من يريد أن يقطع الطريق على المتظاهرين. سوف تشاهدون أمثال هذه المظاهر، وكل يوم فيديو وأكثر لأعمال محاولة أن تبعدكم عن حقكم والدفاع
عن مصالحكم. انتبهوا لخداعهم. قالوا أن ربيع لبنان ضد المقاومة وحزب الله. أنا أسأل، ربيع لبنان لمحاربة اللصوص، هل محاربة اللصوص محاربة لحزب الله والمقاومة؟ ربيع لبنان محاربة للفساد والرشوة، هل محاربة الفساد والرشوة محاربة لحزب الله وللمقاومة؟ ربيع لبنان محاربة للظلام وحرمان اللبنانيين من الكهرباء، هل المقاومة وحزب الله مع الظلام ومع انقطاع الكهرباء؟ ربيع لبنان محاربة رجال الزبالة التي يملؤون فيها شوارع لبنان وأزقة لبنان، هل المقاومة وحزب الله مع ملء لبنان بالزبالة والأوساخ؟ هل محاربة الفقر والجوع والقهر والمرض محاربة لحزب الله والمقاومة؟ يعني تدعون أن المقاومة وحزب الله قرين لهؤلاء اللصوص والمجرمين والجهل والفاقر؟ خسئتم. المقاومة دائما هي تعمل لبناء كرامة الإنسان وشرف الإنسان ولملء الأرض بالعدالة، وليست كما يحاول أن يشوهها البعض. المطالبة بالنزاهة محاربة للمقاومة ومحاربة لحزب الله. المطالبة بالمال المنهوب المسروق محاربة لحزب الله، كيف هذا؟ محاربة للمقاومة. المطالبة بطرد اللصوص كمان محاربة للمقاومة ولحزب الله. المطالبة بإعمار البلاد، المطالبة بالعدالة، المطالبة بالحق محاربة لحزب الله والمقاومة. أين وأيمتى كان المقاوم عدوا للعدالة وعدوا للحق وعدوا للإنصاف وعدوا للإعمار؟ أيمتى كان المقاوم مع اللصوص والمجرمين والقتلة؟ أقول حتى لا يبقى في ذهن أي إنسان شبهة. أيها اللبنانيون الكرام، نطالبكم جميعا لأي فريق انتميتم ولأي طائفة انتميتم ولأي حزب أو تيار انتميتم، وحتى إن لم تكونوا انتميتم لأحد، نطالبكم بالخروج إلى الساحات والشوارع والإصرار والبقاء 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 حتى الإصلاح، حتى الإصلاح، حتى الإصلاح. الإصلاح بيدكم بمتناول أيديكم. المطلوب، المطلوب أن تسلم الإدارة لرجل يشهد له الجميع، لرجل يشهد له الجميع بالأمانة وبالشجاعة وبالخبرة، وأن يطلق له حرية تشكيل وزارته وإعمار البلد ومحاربة الفساد، الحرية الكاملة، وعلى الجميع أن يدعموه. ليس صحيحا كما يقول بعضهم أن هذه الوزارة خلال أسبوعين يقضى عليها. مع وجود هذه الجماهير، مع حضورها النافذ، مع قوتها الباطشة في الأرض أمام أعين الناس التي أرهبت الجميع، لا يستطيع أحد أن يمس وزارة كهذه يدعمها الشعب. وإذا كنتم صادقين ادعموه. إذا أحد منكم كما يقول أنه هو شريف ويستطيع أن يدعم، يدعم. وأنا أعرف
من سمعته يقول يوم الأربعين أنهم يمكن أن يدمروا هكذا وزارة ويعطلوها، هو شخصا إذا أراد أن يدعم وزارة نزيهة شريفة والشعب مع هذا المطلب يستطيع، ولا يستطيع أي فريق سياسي مهما أوتي من قوة أن يزعزع بوصة واحدة من وزارة كهذه. حينئذ اعلموا أن الإصلاح بأيدينا، اعلموا أن الحق بين أيدينا، لنصبر حتى نصل. الحضور الشيعي، رغم أن كل الحضور عزيز وغالي وقوي ونفتخر به، لكن أؤكد على الحضور الشيعي لأسباب. هناك حاجة ملحة في فقر مدقع، في ظلم قديم، إهمال دائم. هم أكثر الناس بحاجة لأن يرفعوا أصواتهم. اليوم يومكم. الأمر الآخر، وهذا أحب أن ألفت النظر إليه، الحضور الشيعي في الساحات، في الصور وفي النبطية وفي البقاع، في الهرمل، في بعلبك، في كل مكان، يمنع التطاول بالقوة على المظاهرات وعلى ربيع لبنان، يمنع استخدام القوة والسلاح ضد المتظاهرين، وأعتقد الجميع يفهم ذلك ويفهم دلالة أن تأتي جثث لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، من ساحات الربيع إلى قرى الشيعة مقتولة برصاص شيعي. لهذا حضور الشيعة ضروري، أكثر من ضروري. لا نريد أن نرى مشهد العراق الذي قتل من قتل فيه من الجياع ومن المحرومين، من الذين دمرت بلادهم برصاص نعرفه، ولا نريد أن نرى أيضا رصاصا يقتلنا في لبنان كما قتل من سبقنا في شوارع طهران أو في شوارع مصر أو في شوارع الخرطوم. هذه مظاهراتنا سلمية هادئة، هي أشبه بالأعراس منها بالمظاهرات، لا تؤذي، لا تتعرض لأذى، لا أحد يمسها. نعم تستطيعون أن تشوهوها كما شوهتم مظاهرات هنا وهناك ودمرتم بلاد هنا وهناك. أؤكد على ضرورة الحضور المكثف، لا أحد يخدعكم أن هذه ضد المقاومة أو ضد حزب الله، هذه ضد اللصوص لإعمار البلد. وإذا في أحد بيفهم، هذه لمصلحة المقاومة ولمصلحة حزب الله ولمصلحة من كل من يطلب العدل والحق في لبنان، إذا كان هؤلاء يطلبون الحق والعدل. أخيرا أتوجه بالشكر العظيم لكل من شارك ولكل من وقف ولكل من دعم ولكل من نصر من كل الساحات، من الشمال ساحة النور إلى بيروت وساحاتها، إلى صيدا وساحاتها، إلى صور النبطية وساحاتها، إلى بعلبك والهرمل وساحاتها، إلى زحل وساحاتها، إلى كل لبنان، إلى جبل لبنان. أدعمكم، نحن معكم، اصمدوا. ربما يأتون بعد يوم أو أكثر بحلول يحلفون لكم أنهم صادقون، لا تصدقوهم.